ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هنعمل النهارده بطاطس محشيه باللحمه المفرومه وجنبها رز، بس رز بلسان العصفور، او لو عايزين تعملوه بالشعريه ممكن عادي. بطاطس اهي زي ما انتم شايفين مقشرها وقورتها من جوه بالطريقه دي، وحمرتها في شويه زيت عشان تدينا اللون الذهبي دوت. ومعانا كوبايه ونص طماطم، عصير طماطم، وكوبايه ميه، وبصل مفروم، وملح وفلفل وحبهان، ومعلقة صلصة، ومعانا لحمة. وهنبدأ نعمل الحاجات بتاعتنا. حطينا البصل في مع معلقة سمنة، هنحط عليها البهارات بتاعتنا، التوابل بتاعتنا اهي. حط اللحمة، نقلبها كلها على بعض، وبعدين نحط عليها نص عصير طماطم، وتبقى كده جاهزه للحشو. ادي عصير الطماطم اهو عليها، ادي لسان العصفور مع السمنه حمرناها خلاص. هنحط عليه الرز، كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، نشوحه شويه كده. مع كوباية مية، انا خلاص حشيت البطاطس اهو، حطيتها في الصينية، معلقة صلصة بيو مع شوية ملح، مع كوباية الصلصة طماطم اللي احنا كنا عصرينها، ندخلها الفرن. ادي البطاطس المحشية اهي، ومعاها كمان الرز بلسان العصفور.